ومن أرض مهرجان الجرادرية ينضم إلينا مراسل الأخبارية معاذ الجديد. أهلا بك معاذ. إذن ما هي أبرز الاستعدادات لختام المهرجان خلال هذا الأسبوع، أبرز الفعاليات في هذا اليوم؟ أهلا أحمد، مساء الخير والسادة المشاهدين. نعم كما تفضلت، نحن في ختام مهرجان الجرادرية 33 الذي يختتم في 9 يناير الحالي. المشاركات تتعدد بين القطاعات الحكومية والتنافس فيما بينهما للوصول لأكثر زوارا لأجنحتهم، حيث يقدمون كل ما هو جديد وكل ما هو تاريخي وكل ما هو متميز في كل سنة من سنوات مهرجان الجنادرية. أحمد، اليوم نحن في جناح مؤسسة النقد العربية السعودية الذي يضم الكثير والكثير من المميزات والكثير والكثير من المشاهد التاريخية للعمل سواء العربية أو السعودية أو التاريخية، وأيضا المستقبل الذي ترجوه مؤسسة النقد العربية السعودية. زميلي أحمد خير من يتحدث معي في هذا اللقاء الأستاذ فهد الفضلي، رئيس قسم مكافحة التزييف العمل. أهلا وسهلا فيك أستاذ فهد، ونبغى نتكلم اليوم عن مشاركتكم في مهرجان الجرادرية 33. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييكم، حيا الله القناة. مؤسسة النقد العربي السعودي دائما تشارك في مهرجان الجرادرية. مهرجان الجرادرية 33 عندنا أكثر من شيء جيد جديد، ولكن عندنا بداية العروض الموجودة. طبعا احنا تركيزنا طبعا لعدة شغلات، اهتمامنا طبعا بداية في النقود عبر العصور، بما ان احنا في مهرجان التراث الثقافة تركيزنا طبعا على العملات، بداية العملات عبر العصور. طبعا وضعنا فترينات، منها فترينة تتكلم عن النقود قبل الإسلام، منها الدراهم الساسانية والدنانير البيزنطية البارثية اليونانية، عدة نقود. كذلك عندنا النقود التي كانت تتداول في عصر الرسول اللهم صل وسلم عليه وعصر الخلفاء الراشدين من دنانير ومن فضة. كذلك عندنا النقود اللي تتداول في العهد الأموي إلى نهاية العهد الأموي عام 132 هجرية وبداية العصر العباسي. كذلك عندنا نقود في العصر العباسي، العباسي طبعا عبر العصور اللي مرت عليها. ولو نطلع لأستاذ فهد، معليش لو قاطعتك، وطلعنا إلى ما قبل الدولة السعودية الثالثة، أنا هذا شدني صراحة. وأي التواريخ كانت موجودة؟ بالضبط، طبعا عندنا نقود ما قبل العهد السعودي اللي هي طبعا النقود العثمانية. كذلك عندنا النقود العربية، منها دينار الهاشمي، الريال الهاشمي. طبعا فيه عروض عدة منها من النقود موجودة، إلى أن ندخل إلى جناح المملكة العربية السعودية. طبعا يتطرق إلى تاريخ نقود المملكة العربية السعودية، بداية من عهد الملك عبد العزيز، بداية من الريالات الفضية بدأت عام 1346 هجرية وعيد سكة 48. طبعا تتكلم أغلب أو جميع النقود التي ضربت في عصر في عهد الملك عبد العزيز الله يرحمه. كذلك النقود بدأ فيه فترينة تتكلم عن بدايات اللي هو الأوراق النقدية. طبعا بدأت طبعا بداية الأوراق النقدية بدأت طبعا بتجربة إيصالات الحجاج عام سنة 1372 هجرية فئة العشرة، ويعيد طباعتها فئة العشرة والخمسة والريال عام 73 و75 هجرية، إلى طبعا عهد الملك سعود. كذلك النقود الورقية والمعدنية، كذلك في عهد الملك فيصل، ومن ثم عهد الملك خالد. طيب استاذ فهد، الان في شيء جديد عندكم في الجناح اللي هو تحويل العمل الورقية الى عمل معدنية. كيف شفتوا اقبال الناس عليهم؟ اكيد اقبال الناس طبعا كان جيد. هو في بداية الناس كانوا متخوفين بعملية العملة ثقلها وشغلاتها، ولكن احنا المؤسسة الان تحاول ان توفر جميع السبل انها تهيئ العمله النقديه المعدنيه في كل مكان. منها الان وضعنا جهاز جديد آلي ممكن للجمهور انه يضع
الورق النقدي الورق البنكنوت ويأخذ بداله ورق معدني. إضافة عندنا طبعا هنا عندنا الكاس صندوق ممكن يستبدل أوراق نقدية ورقية وكذلك معدنية. طيب سؤالي الأخير، كيف شفتوا تساؤلات الناس، تساؤلات الزوار، وش أكثر شيء شدهم في الجناح؟ والله طبعا شغلات كثيرة، هم طبعا الجمهور عدة أصناف، منهم من يهتم بالتاريخي ومنهم من يهتم طبعا بالحديث، بالذات الأوراق النقدية. الأوراق النقدية طبعا احنا في عندنا في الإخوان هنا يقدمون توعية معرفية للورقة النقدية، توعية معرفية بالعلامات الأمنية، كيف تفرق بين الورقة النقدية السليمة والورقة النقدية المزيفة، فيكون في شرح عملي وكذلك في نماذج عن أوراق مزيفة وأوراق سليمة، فيكون الشرح مسهب وكذلك واضح بشكل جلي، فهذا يجذب الجمهور بشكل كبير. طيب أستاذ فهد شكرا جزيلا لك. الله يسلمك، يا مرحبا، أهلا وسهلا. نعم زميلي أحمد، كما تفضل الأستاذ فهد الفضلي عن مشاركة جناح مؤسسة النقد العربية السعودية في مهرجان الجرادرية 33 الذي أضافوا شيئا جديدا وهو تحويل العمل الورقية إلى عمل معدنية، وشاهدت بنفسي أن هناك إقبال لهذه التجربة. أيضا هناك العكس، تحويل العمل المعدنية إلى عمل ورقية. يطول الكلام ولكن سنستكمل معكم بقية تغطيتنا لجناح مؤسسة النقد العربية السعودي في النشرة القادمة، النشرة السابعة. كونوا معنا، وإليك زميلي أحمد لاستكمال ما تبقى من نشرة الأخبار. تفضل أحمد، مهرجان الجنادرية، مراسل الإخبارية معاذ الجديد.